اول شيء يعني تعرفوا المقابله ديال الديربي، مقابله ماشي بحال المقابلات اللي تنجريهم في البطوله، تتلعب على مقابله تلعب على الجزئيات. دخلنا بواحد تعرف ان الديربي يكون فيه واحد الضغط كبير بالاخص بين الفريقين، واجهنا واحد الفريق اللي هو شويه حتى هو جاي من واحد المرحله ديال الفراغ، تراكن شويه للوراء من حقه يعني الخطه ديالو كما بيدير. حاولنا حنايا كنا قاب قوسين او ادنى اننا باش نديو ثلاث نقاط، وتنشكر اللاعبين على المجهود اللي داروا داخل رقعه الميدان، وان شاء الله اللي باقي لنا واحد ثلاثه المقابلات فد الذهب ان شاء الله ان نجمعوا النقاط الماكسيموم ديال النقاط باش نساليو هذا الذهب باريحيه، وديك الساعه نفكروا ان شاء الله في الاياب. وبالنسبه لي تنقول هذه السنه يعني لا خوف على المغرب التطواني، يعني فريق اللي اي فريق اللي غادي يواجهه غيضرب له 1000 حساب ان شاء الله هذا الموسم، وتنتمنى ان شاء الله نكملوا البطوله في هذه المنوال ان شاء الله. المقابله كانت يعني فيها نديه، كيف كتعرفوا المقابله ديال الديربي كتكون شويه ديال النديه، كنا كنتمناو نفوزوا، هذا هو الانتصار للجمهور العريض اللي كنشكرهم هذا المنبر هذا. ما كسبش الدراري تقاتلوا، الدراري اليوم ان شاء الله يكون خير منهم.